صباح الفل. اخيرا شرفتي. كنت فين؟ انا كنت في الحمام. بقالك ساعة في الحمام بتعملي ايه كل ده؟ انا ان شاء الله ما اركب الطيارة، انا بقالي 5 دقايق بس. اصل انا قلت يعني اخش الحمام قبل ما نمسك طريق، لان انا بعيد عنك يعني ما بعرفش اشتغل خالص وانا محصورة. محصورة؟ هو انت كل ما هتخشي الحمام هتقعدي الوقت ده كله؟ حضرتك بس جربيني، ده انا حركة واعجبك قوي. عارفه لو طلبت مني اي حاجه هتلاقيها عندك في منت، وما تقلقيش الزباين كلها بتوع الطياره في عيني. زباين كمان؟ بعدين تعالي هنا. ايه ده وايه ده وليه مش قافله الجاكيت؟ وليه لابسه اللي ورا قدام واللي قدام ورا؟ والسكارف دي ما انتيش ربطها كويس ليه؟ اصل انا يعني عمري في حياتي ما ربطت كرافتة قبل كده. هو انت قبل ما يحدفوكي عليا كنت بتشتغلي ايه؟ انا على فكره يعني كنت مضيفه زي حضرتك، بس انا كنت مضيفه في البولمان. ويطلع ايه بقى البولمان ده؟ زي السوبر جيت كده هون، بس شغال يعني ارياف اكتر. بصي ركزي معايا، الشغل في شركات الطيران غير الشغل في الميكروباصات اللي انت رايحه جايه عليها دي وبتشتغلي فيها. النهارده اول يوم شغل ليكي معايا هنا، ما تخلينيش اخليهولك اخر يوم، فاهمه؟ حاضر يا ابي. قبلت ايه؟ قبلت ايه؟ اسمها حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. شفت قلتلك اللي انا هعجبك. يلا ورايا. بقولك ايه يا اختي؟ اختي هي الستة دي يعني هتفضل تكشم لنا كل يوم؟ احنا برضك مش قليلين يعني، احنا علينا خلاص، ده احنا مضفاط يعني. المفروض اللي هي انت ايه اللي موقفك لحد دلوقتي؟ بتقولي ايه؟ ان شاء الله ما وعنطق كلمة. انا بس كنت بسألها احنا هنركب منين، مش كده يا اختي؟ يلا يلا هتركبي منين؟ يلا يلا ورايا. معلش يا اختي احنا الوقت بقينا زمايل يعني، هتربطي لك جرافيتا؟ الله يسترك. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ده بان عليها شغلانه هم. ايه الناس الكشرة على الصبح دي؟ هتفضلي تترجصي البيت، ما جالك اسبوع بتترجصي. ولو قعدت سنه ما هتكفي تعبر عن حبي يا ساره. انا مش مصدقه نفسي، انت خلاص بقيت جوازي، بقى جوزي يا ناس، بقى جوازي. خلاص خلاص ما تصدقوا تزيته. يا بيت يا بيت، واني كمان فرحان، بس هفرح اكتر لو لحقنا الطياره. يلا بقى ابوس يدك. بتعيطي ليه يا فجر؟ كان نفسي ست ام امي تبقى معايا وتشوفني وانا فرحانه. ما ستك ام امك هي السبب في اللي احنا فيه، هي اللي اخرتنا، قعدت تبوس فيكي ساعتين قدام البيت. يلا بوس يدك نلحق الطياره يا عروسه. طب استنى يا سعرف، انا حاسه ان احنا نسينا حاجه. لا والله ما نسيناش حاجه، يلا نلحق. لا استنى، احنا نسينا باب الشقه مفتوح. شقه ايه واحنا عندنا شقه اصلا؟ احنا قاعدين عند ابوي. طب انا نسيت صينيه البيتزا في الفرن. صينيه البيتزا؟ وانا متجوز ديناتيلو. ابوس يدك يلا نلحق الطيارة. طب اخر حاجة هسلم على حواجي بسرعة. بقول لك يا عربي، إيه مش هوصيك على هانم. حاضر. دي بنت يتيمة وغلبانة ومحتاجات. عارف يا. بقول لك ايه، انا عايزك تعملها زي اختك. حاضر. عامل مرتي زي اختي؟ اقول لك يابا هعملها زي امي. لا امك دي اختي انا.
اختك هو انت خالي ولا ابوي ولا عايز مني ايه يابا؟ سيبنا الحق الطياره. انا عايز افرح بيك يا عربي، انا عايزكم تملوا لي الطياره عيال. نملى الطياره عيال؟ واحنا داخلين طياره ولا داخلين قريه عش البلبل يابا؟ يابا سيبنا نلحق الطياره. ابوس يدك. هسيبك بس تقول لي الطيار مش عشان انت عريس وعروسه يقعد يضرب غلز وكلاكسات ويوقف ويعطل الطريق. يابا سيبنا امشي وليك الحلاوه. هسيبك يا حبيبي بس عارف هتعمل ايه في ليله الدخله؟ لا يا هانم خدي تعال. ايوه ابوي عايز يشرح قدام الناس هنعمل انا وانت في ليله الدخله. الله كل يا عمي تقربوا من بعض الاول. أيوة. وتمسكوا ايدين بعض. أيوة. وتقلعوا معه. أيوة. بس اتحشم يا بيت. يا عيب يا عم، احترم العمه حتى. ايه يابا اللي بتقوله ده قدام الناس؟ تقول اقلع وبتاع. بقى هاخد انا مرتي وهنمشي عشان نلحق الطياره. ابوس يدك. يلا شيل مرتك وادخل على الطياره. اشيل مرتي؟ ما تقولش كلام، انت مش قده ولا انا قده، ما تدبسنيش يابا. يلا يا عروسه يلا. استنى بنتي امان، سلمي على اختك نهال، وانت عناد سلمي على اختك رناد، وانت رناد سلمي على سعاد، وانت سعاد سلمي على سعاد. عايزاكم كلكم تسلموا على بعض. هات يا بنت الموبايل اما نتصور سيلف. يا بيه يلا الصوره دي الليله تبعتوها للبنت صفاق، عايزاها تبات من كده ومن غزه. سامعين؟ ايوه. ما تستعجليش يا اختي، كلها دقيقه وهتروح انت لصفاق تغذيها بنفسك. الطياره هتفوتنا يا قمر. يلا يا عروسه ابوس يدك. يلا. شايفين بيعشقني عشق مش قادر يستغنى عني، بيحبني من على ابو رومانسيتك. أنا ماشي وسع، أنا همشي لوحدي. يا سعارة أنت مالكيش سفر. يا سعارة اسكت يا بيت. بس كده حضرتك هتدفع وزن زيادة كتير. أوكي ما بروبلم، بس يهمني الشنط توصل سليمة. الشنط دي ماركة غالية، بوسكوفيتشي طلياني. نراجع اتنين بتوعي بوسكوفيتشي، أدي أربعة برضو بوسكوفيتشي، أدي الستة بوسكوفيتشي، سبعة بوسكوفيتشي، 8 بوسكوفيتشي، 9 بوسكوفيتشي، 10 بوسكوفيتشي، 11 بوسكوفيتشي، 12. لا الشنطتين البيض دول مش بتوعي، مش تبعي. ايه ده تبع سعادتك؟ ايوه تابعي. انت كده هتدفع وزني كتير قوي، لان اكتر من 30 كيلو هتفرغ في شنطه تانيه. افرغ ايه يا استاذ؟ دي المدام. اوه المدام. وحشرتها في الشنطتين دول ازاي؟ يعني مش جوه، انا بره. كل ده وره؟ امال جوه هيلاقي ايه؟ اشوفكم في الطياره بقى. التيكت لو سمحت.